حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. تكتسب القمة 36 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض أهمية كبيرة في ظل الظرف التاريخي غير المسبوق والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة واستمرار الصراعات الدائرة والتدخلات الخارجية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتن في المجتمعات الخليجية. وتعقد قمة القادة وسط تلاحق وتيرة مستجدات الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا وانعكاساتها على المنطقة عامة وعلى دول المجلس بصفة خاصة. أمام القمة عدة ملفات ساخنة تجاوزت أهميتها الإقليمية إلى التأثير دوليا نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها دول المجلس وتنامي ثقلها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم. نعلق على كل هذا اليوم في ضيف مع ضيفي الإعلامي الإماراتي أحمد بن علي. أرحب فيك. أهلا بك أخوي عبد الله. حياك الله. نحن بنغرض شوية مع تقرير عن هذا الموضوع ونعود إن شاء الله للحوار. أكيد. إذا مشاهدينا إلى تقرير حوار المساء ولنعود بعد قليل. بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس أعمال قمتهم 36 في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبحث قمة الرياض التي تنعقد في ظل منعطف تاريخي مهم في المنطقة والعالم أبرز القضايا والموضوعات المتصلة بتعزيز وتعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في مختلف الميادين إلى جانب مناقشة أهم التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة. واستهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة الافتتاحية بكلمة أكد فيها أن عملية عاصفة الحزم حققت أهدافها وسيتم العمل على إعادة الأمل لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، وقال إن منطقتنا تتعرض لأطماع خارجية وقرار التدخل في اليمن جاء لوقف التدهور في هذا البلد. ملفات وقضايا كثيرة سيتم مناقشتها أثناء انعقاد القمة الخليجية في الرياض، ولعل الملف اليمني والسوري يتصدران جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات شعوب منطقة الخليج في تحقيق المزيد من التعاون والترابط بين دول المجلس وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تحقق رفاه المواطنين والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دول المجلس الصراعات الإقليمية وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار. الإعلام الإماراتي الأستاذ أحمد طبعا أبو سيف، يعني لو أول شيء نتكلم نحن على أول شيء إذا ما تحدثنا عن تعليقك على العنوان الرئيسي لهذا الموضوع هو قمة التحديات. نعم أخوي عبد الله، قمة التحديات لأن نحن الآن نواجه جدا مخاطر. نعم. نواجه إرهاب وأصبح الإرهاب بشكل واضح كبير وروح الشمس جدا. نعم. حتى هذه في كلمة صاحب السمو الملكي الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين اليوم كان يؤكد على موضوع الإرهاب. نعم. ونحن لازم نكون متضامنين متحدين في هذا في هذا الشكل طبعا. لأن فعلا يعني أصبح الإرهاب في هذه الفترة مزعج ومزعج لأبعد درجة. نعم. تتصوره وأصبح له طبعا يعني أصبح مثل الشبكة العنكبوتية يتواجد في كل أنحاء العالم لم يقصر في أي دولة كانت. نعم. سواء نعم عربية. نعم. أو أجنبية. وهذا ما نعاني فيه في هذه خلال هذه الفترة. نعم. خلايا إرهابية تنظيمات، يعني إحنا لو نتكلم اليوم على البيان الختامي. نعم. البيان الختامي اليوم فيه روح، تجد فيه روح مفعمة، فيه شغلة جميلة الآن صارت يعني. نعم. اليوم تبني قادة مجلس التعاون الخليجي
تعزيز التكامل اللي أطلق الرؤية اللي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، وأن يكون فيه خطوة التكامل حتى لو كانت بين دولتين طبعاً، وتفتح المجال للدول الست صحيح لينضموا للانضمام إليها. يعني طبعاً إحنا الآن يعني إذا ما تحدثنا عن وضع حالي فهو وضع صعب جداً، لذلك يختلف هذا الاجتماع طبعاً وهذا الحدث اللي نحن نعتبره خليجي رقم واحد في هذا الاجتماع القوي الكبير إن شاء الله، يختلف عن سابقيه، لذلك ستكون احتمال كل البنود مختلفة. فهل تعطينا شوية من البنود الخطاء اللي ظهرت اليوم؟ نعم، بداية خلينا نتكلم عن ما يهم المنطقة الخليجية ولا الخليجية العالم العربي الشرق الأوسط، أو نقول المواطن الخليجي. نعم. خلينا نتكلم عن المواطن الخليجي اليوم، إقرار بالصحة. جميل. وأن أي مواطن خليجي في مجال الصحة وفي مجال الصحة والصحة والعلاج وكذا يطبق ما يطبق في دولته بعد ما تم دراسة كل شيء. في شغلة ثانية اليوم، إقرار إنهاء المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي الموحد. نعم. وراح يطبق في 2016، يعني في يناير 2016. إذن هذه واحدة من المكاسب اللي نحن اكتسبناها اليوم. جميل. بالإضافة إلى المعاملات، المعاملة المتميزة في جميع المجالات أو في جميع المجالات، سواء كانت الخدمية أو الاقتصادية. نعم. أو الطبية. واليوم في شغلة جدا مهمة، وهي توحيد القضاء. نعم. أيضاً اليوم. نعم. أيضا من ضمن البنود اللي تم الموافقة عليها توحيد القضاء. جميل. يعني أصبح الآن يوم يحكم عليك في المملكة العربية السعودية فأنت محكوم في باقي. نعم. الدول الخليج يطبق عليك. جميل. يطبق عليك هذا، يطبق عليك نفس النظام، نفس النظام في أجندة مدروسة متفق عليها. وهي طبعا، وهذا كان مثل ما قلت لك، أنا هو الانتهاء من تشكيل الهيئة القضائية وتحويل القوانين الإرشادية إلى قوانين ملزمة. جميل. وراح نشوفها إن شاء الله، ويتم إقرارها في الاجتماع القادم اللي هو بيكون في 37 في مملكة البحرين. طبعا التحديات كثيرة التي تواجه الآن مجتمع مجلس التعاون الخليجي طبعا، وفي هذه القمة الخليجية حدث أمره هو اجتماع المعارضة السورية بالتزامن مع انعقاد القمة، هل تراه مقصود أم أنها مصادفة؟ أنا أتوقع، شوف أخوي عبد الله، أنا رؤيتي الشخصية الاجتماع والقمة، القمة المعقدة للإخوان في سوريا في نفس الوقت، أنا أشوف أنها تعطي دفعة معنوية أكبر. جميل. لاتخاذ الأخوة في سوريا أو الإخوان المعارضة في سوريا. اليوم نحن ننتظر وبفارغ الصبر إما رحيل الأسد بهدوء، وقالها اليوم الجبيل طبعاً. قالها هو لن يبقى. نعم. لن يبقى أو لا يبقى، نحن نعود للخليج ونبقى مع الخليج طبعا. نعم. أنت ذكرت أن التحديات كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي، هذه القمة تكون مختلفة بما قدمته طبعا هذه اللحمة العربية في عاصفة الحزم، والآن هي الحزم والأمل طبعا. يعني هذا الأمر يمكن أوضح كثير من الأمور التي لابد أنها تناقش في القمة الخليجية بناء على هذه القوة التي ظهرت مؤخرا في الخليج باجتماع الدول اللي هي مشاركة في اليمن. نعم. الحرص على طبعا كان في مقدمة البيان الختامي. جميل. هي الحرص على أمن واستقرار اليمن بالقيادة الشرعية والقضاء على الحوثيين. نعم. وفلول المخلوع علي عبد الله صالح. نعم. ووضع برنامج اقتصادي لتأهيل اليمن يعني الاندماج في الاقتصاد طبعا بعد عودة الاستقرار الى اليمن. طبعاً. ودعوة المجتمع الدولي
لمساعدة اليمن في إعادة البناء طبعاً وإعادة التأهيل يعني وإعادة البناء. طب تعرف أنت دولة تخرج من حرب تحتاج لها فترة صحيح لإعادة الاستشفاء. نعم الاستشفاء من الحرب. جميل. هل تعتقد أن الاجتماع الآن للقمة الخليجية هو جاء في وقته بدون دعوة مسبقة؟ والله في وقته وفي وقته نعم. أنا من رؤيتي الشخصية نعم أن في وقته. لكن نرجع لشغلة ثانية أخوي عبد الله. تفضل. في مطلب ومطلب ملح من اجتماعات القمة الخليجية جميل. وهي أن نحن ننتقل الآن من مجلس تعاون إلى اتحاد. نعم. أنا كمواطن خليجي بسيط جدا صحيح ومغرد بسيط في تويتر أو في الفيسبوك أو في وسائل التواصل الاجتماعي لا يهمني شو الأساسيات اللي بتحطونها، لكن أنا أبغي الإسراع في عملية الاتحاد الخليجي. طبعا هو إذا يمكن كلمة الاتحاد ليست موجودة ككلمة معرفة للخليج، ولكنها في الأصل هي موجودة بين حكام دول الخليج الحمد لله وبين أبنائهم أيضا، يعني في لحمة قوية جدا بين أبناء الخليج متحدين في كثير من الأمور وتربطهم في الأول وفي الأخير ثقافة واحدة وأخلاق واحدة الحمد لله. لكن أمر الاتحاد يمكن هل تعتقد أن هذا الأمر يمكن يناقش في هذه القمة الآن؟ الأمر مطروح الآن، مطروح الآن. وتم تشكيل لجان جميل. ولجان فرعية رئيسية ولجان فرعية لهذا الشيء. أيضا أكد على كلامك اليوم لما جميع القادة متحدين يقول لك إحنا اليوم بندعم دولة الإمارات في إكسبو 2020، ندعم قطر في ملف 2020 طبعاً 20 نعم. له كأس العالم, طبعاً 22. فطبعا هذه اللحمة موجودة. إذا لماذا التأخير؟ لماذا إحنا ليش إحنا نتأخر في عملية الاتحاد؟ لا هو ما في تأخير. إحنا مثل ما قلت أنا ذكرت لك قبل أن الاتحاد موجود، حتى لو أن لم يكن كلمة تقال على الشفاه ولكنها موجودة في صميم طبعا وقلوب وطبعا والتعامل بين دول الخليج هو في لحمة طبعا وفي اتحاد، ولكن يمكن ما ذكرت الكلمة لحد الآن وإن شاء الله تكون قريب مذكورة. الآن نحن إذا ما أيضا توجهنا إلى الشعوب، أنت ونظرتك وأنت قلت أنك أيضا مغرد في حب الوطن طبعا في في تويتر، فحسب رؤيتك اجتماع القمة الخليجية مدى تأثيرها على المجتمعات الخليجية الآن في هذا الوقت، كيف رأيت مدى اطلاع أو مدى متابعة الشعوب في لهذه القمة بالذات لأنها تختلف عن سابقها؟ نعم، في نقطة إحنا ما نبغى نغفل عنها أن حتى قرار اليوم البيان الختامي شدد على الإعلام بنقل الصورة الحضارية للإسلام. نعم. وعدم محاربة الإسلام. ونعم تعرف الآن في حملة إعلامية على الإسلام وعن وخصوصا بعد ارتباط اسم الإسلام بتلك ببعض الشرذم. نعم. أنا أسميهم شرذمة. نعم. أو صغار المجتمع لهم يعتبرون حشرات المجتمع. نعم. هذه لهم داعش حوثي والله يعلم شو بيطلع بعد. نعم. هنا ما أدري مو طلعوا هاي. نعم. اليمن هل يكون لها نصيب الأسد من هذه القمة؟ نعم ملاحظ وبشكل جديد. فإن نحن تربطنا باليمن صلة وعلاقة دم وأصول وكذا. فاليمن ولماذا اليمن؟ يعني دائما نحن نذكر لماذا اليمن؟ لماذا اليمن؟ لأن إذا اليمن فقدنا اليمن فنحن نفقد حضارة، نفقد لا. عراقة، نفقد هوية نعم. عربية. فدائما نحن أو حكامنا توجهاتهم إلى اليمن وحتى المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه والصوايد وعلى سد مأرب وعلى 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 وعلى. فاليمن جدا مهمة للاستقرار، الاستقرار طبعا المنطقة بالإضافة إنها مورد. جميل. مورد لنا. نحن نحمد الله أن في اليمن انكشفت كثير من الأوراق التي كانت تلعب في الخفاء ولكنها ظهرت الآن للعيان، ومجتمعنا الخليجي إن شاء الله سيقاوم هذه الأطياف بكافة طبعا شرائحها للوصول بشعب الخليج إن شاء الله والعالم العربي أيضا إلى بر الأمان. نحن نساعد في كل مكان ونساعد أيضا في خارج الدولة حتى لمن لا يحتاج المساعدة. الحمد لله الإمارات ودول الخليج يساعدون. هل تحب أن توجه كلمة أخيرة؟
أنا جدا سعيد اليوم أني بما أنك مغرد فلا بد أنك توجه كلمة. طبعا احنا أنا سعيد جدا اليوم بأني أكون ضيفك الله عبد الله يحفظك يا وضيف رب. قناة الظفرة، لا لا شرف لنا. قناة الإماراتيين الله على يسلمك قولتهم. يا رب. أتمنى من إخواني المغردين أو الإخوان الإعلاميين الآخرين أنهم يهتمون في عملية نشر الوعي بديننا نعم الإسلامي. الإسلام هب دين قتل، طبعا سفك للدماء، إباحة محظورات. لا، ديننا الإسلامي دائما يحثنا على عمل الخير ونقل صورتنا الجميلة لجميع أنحاء العالم بشكل جميل سلس، ما يدع للشك أبدا أن ديننا هو دين سوي ودم الدين وسطي السوي. الحمد. طبعا الدين استاذ الكريم شكرا لك تواجدك اليوم معنا، واقول لك بعد الحمد لله على السلامه. يمكن الطريق كان زحمه ان شاء الله، اليوم خميس طبعا الله يحفظك. ودبي السينمائي شغال والقمه الخليجيه، فالناس في كل مكان وفي كل صوب. شكرا لتواجدك معنا، ان شاء الله نتمنى لقاءات اخرى نكملها ايضا على القمه الخليجيه. شكرا لك. الله يحفظك يا رب. الله مشاهدينا هذا اشكر الاعلامي الاماراتي الاستاذ احمد بن علي، كان معنا في حوار المساء. اترككم واعود لكم بعد قليل مع الفقره الفنيه من مساء الامارات.